السلام عليكم، كراكم حبابي؟ لاباس ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم المطبخي جبت لكم هذه الحريره جميله جدا. اذا بغيتوا تعرفوا كيفاش توصلت لهذه النتيجه الرائعه، ما عليكم غير تتبعوا الخطوات والمقادير. نحتاج للحريره هذه المكونات التاليه: كميه من الدجاج ولحم الغنم. بغيتي ديري الدجاج فقط صح؟ بغيتي ديري لحم الغنم صح؟ انا افضل دائما في الحريره نخلط بين المكونين. عندنا زوج حبات جزر فقط للحلاوه، عندنا ثلاث حبات بصل كبار ملاح، كميه معقوله من الطماطم، خمس حبات ولا ست حبات تكون حمراء اللون، ملعقه من الطماطم المركزه، اربع حبات من فصوص الثوم، قليل من الكرافس، كمية ما بين مليحة من الكزبرة. أما التوابل فنحتاج إلى ملح، فلفل أسود، فلفلة حمراء، سكنجبير، مكعب الدجاج، كركم، توابل الخاصة بالحريرة، رأس الملعقة ملون، كزبرة، كاري، والنافع، كاين اللي يقولوا عليه النافع، كاين اللي يقولوا عليه النافع، حنا نقولوا النافع. إذن بالإضافة إلى السمن والزيت للتقلية، في الأخير نحتاج إلى تشيشة، ها هي تشيشة، وكمية من الدقيق إلا بغينا نعقدوا الحريرة، وفي الأخير كاع كما كيكملوا كاع نحتاجوا إلى كمية من الطماطم كونسونتخي، و كي نجو نطفو نزيدو فلفل حار ونزيدو قطعة من القرص. هذه في الأخير إن شاء الله. نخضروك لطريقة تحقيق هذه الحريرة. حطيت الطنجرة فوق النار، درت لها كمية من الزيت، الآن أضيف الدجاج واللحم. بسم الله بسم الله، نخليه يتقلى اللحم هذا، نضيف المغرف تاع كمية تاع السمن، ها هي نشم الريحة تاع اللحم العطر اللي صاي يتقلى. هي التقلية هي أساس، نشوفها تقلى بهذا الشكل. نضيف لها الآن الخضر بالنادي، الجزر، نضيف البصل، خليهم يتخلاو جيدا، خليهم يتخلاو قبل خمسة إلى ست دقائق، ثم نضيف المكونات الأخرى. قلا نضيف الآن طماطم كونسونتخي، ونضيف كذلك الثوم، نخليهم قليلا، نضيف الطماطم اللي ذكرناها هذه، بسم الله، ونضيف التوابل، ونخلوهم يتقلاو قليلا. خليتهم يتقلاو، شوفوا الآن نضيفوا القزبر والكرافس. بعد مرور 10 دقائق قلالي اللحم، هنايا ما درت والو، ما درت قطره تاع ما درت حاش. هذا الماء اللي راكم تشوفوا فيه تاع الطماطم وتاع البصل. في هذه المرحله نضيف ان شاء الله القزبره و الكرافس اللي ذكرناه في المكونات. 20 دقيقه الخليط راه يغلي، ما زدت له حتى ما حتى لدروك، غادي نزيد له كميه من الماء، بسم الله، ونخليه ونغلق الكوكوت ونخليها طيب. كي طيب ان شاء الله نشوفوا المرحله اللي غادي نديروها ان شاء الله. ها هو المرق تاع الحريره، وهو اللحم، طلعت اللحم من المرق، ها هو، والمرق تاع الحريره ها هو.
الان شنو غادي ندير؟ غادي ندير الخطوه التاليه، غادي نجيب اناء اخر به مصفاه ونصفي هاد الخضر، معناتها ندي فقط الماء الناتج من هذه الخضر. نصفي في المرق تاع الحريره هكذا حتى نكمل كاع الكميه، وفي نفس الوقت راني ندعك فيها بهذا الشكل، ندعكوها باش نخرجوا كاع لو جو تاعها هكذا. نكمل ان شاء الله كاع الكميه. صفيت الخضر غايه، ها هي الان الخطوه الثانيه باش نضمن باللي الجو النكهات اللي موجوده هنا قعديتها، نجي نصب عليها الماء الساخن نشللها باش كاع هذا يهود لي في المرق كيما هاك، حتى حاجه ما نضيعوها بهذا الشكل، ونكمل الدهك فيها جيدا حتى نشللها غايه من هذه التوابل اللي درناها والنكهات اللي فيها. المرق راه يغلي، ها هو تاع الحريره، الان في هذه المرحله نضيف له ملعقه تاع طوماط كونسونطري، نضيف له بقيه التوابل اللي قلنا عليها، ونضيف التشيشه زوج معالق تتلعب 3 ملاعق كبار. الان الى لقيتها ثقيله وتوالب كان بها، ولا ما كانش نزيد لها الدقيق. هنايا في النظره تاعها يخصها طماطم كونسونط، نجي نزيد لها طماطم تاع المعلبه كونسونط، نخليها تنضج ثم نعود. 10 دقائق والتشيشه راهي تغلي، ديت نص كاس تاع ما، زدت له ملعقه كبيره تاع الفرينه، وغادي نزيد له كميه من الطماطم كونسونطري. الى ذقتوها وجاتكم حامضه تقدروا تزيدوا شويه تاع سكر، انا غادي نزيد شويه تاع سكر هكذا، وذوقوا على حساب على حساب الملوحه تاع شاتبو. حريره هاي تغليها، هي الان ناخذ باش نوريكم الكثافه تاع المرق. شوفوا المرق بقى انا نبايته كيما هاك، ما يكونش ثقيل، باش نتقله نتقله بهذا الخليط تاع الفرينه اللي درناه، وانا نصب وانا نحرك. بسم الله هكذا بالتدريج بالتدريج، وانا نحرك ونشوف الكثافه اللي راني باغيتها هكذا. نخليها تزيد تنضج واحد 10 دقائق تغلي باش الطعم تاع الدقيق يروح، وذقتها رائعه جدا، بنينه 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 بزاف كاع. الان نخليها تغلي ثم نعود ان شاء الله. ديتها غلات 10 دقائق، دروك قبل ما نطفي عليها بواحد 5 دقائق نضيف لها الجويه الحاره هذه، وحبه نصف حبه تاع القارص، وجات شابة والريحة تاعها ما شاء الله كيما تاع العريس. خليها تغلي لمدة 5 دقائق وأطفئ، نتلاقاو إن شاء الله نوريها لكم في صحن التقديم. الحريرة نضجت ودرتها في الغرفيات بهذا الشكل، نتمنى إن شاء الله تعجبكم وتجربوها للعائلة. نشكركم على الدعم حباباتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.